نشرة الأخبار. نشرة السابعة صباحا للأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، وهذه أبرز عناوينها. الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية تصرح اليوم بآخر أحكام الطور الثاني من نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة. تونس وقطر تتوصلان إلى صيغة نهائية لاتفاق شراكة اقتصادية وتجارة حرة عقب جولة ثانية من المفاوضات. اتحاد الفلاحين يدعو إلى الحوار لبحث حلول عاجلة للتصرف في المياه المتاحة لضمان صمود القطاع الفلاحي أمام تغيرات المناخ. وفي شؤون الشرق الأوسط، ارتفاع عدد شهداء الضفة الغربية إلى 16 شهيداً وسط تصاعد ردود الأفعال الدولية المنددة. إلى التفاصيل. أسعد الله أوقاتكم وتحية طيبة من قسم الأخبار. أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد في لقاء جمعه يوم أمس بقصر قرطاج برئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الذي أدى زيارة رسمية إلى تونس، أكد ثوابت تونس حول جملة من القضايا وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني الشقيق في استرجاع حقوقه كاملة وإقامة دولته المستقلة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف، مشددا على ضرورة وضع حد لحرب الإبادة والجرائم التي ترتكب كل يوم. من جهة أخرى، أكد رئيس الجمهورية حرص تونس على مزيد تعزيز العلاقات الثنائية مع العراق في عدة مجالات وفق أساليب عمل وشراكة جديدة. وأكد رئيس الحكومة كمال المدوري في ندوة صحفية مشتركة أمس بقصر الحكومة بالقصبة مع رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الاتفاق على توسيع مجالات الاتفاقيات المبرمة بين البلدين من خلال اللجنة المشتركة التونسية العراقية في شهر مايو الفارط لتشمل المجال التجاري والثقافي والرياضي. تطرقنا إلى مجالات التعاون، إلى نتائج اللجنة المشتركة التونسية العراقية المنعقدة في شهر مايو في بغداد، وكانت مخرجات هذه اللجنة في عديد المجالات الاقتصادية والاجتماعية، ودولة الرئيس اليوم تفضل مشكورا باقتراح مجالات أخرى، مجالات ثقافية على أهميتها، الأنشطة الرياضية في المجال التجاري أيضا. الغاية كانت التوصل إلى تقييم ما تم إنجازه في اللجنة المشتركة التونسية العراقية ببغداد، وضبط آليات وإجراءات متابعة مخرجات هذه اللجنة وآليات تجسيم ما تم الاتفاق عليه. تم الاتفاق أيضا على عمل مكثف ودؤوب لمختلف اللجان المشتركة وعبر أيضا القنوات الدبلوماسية والقنصلية للبلدين. من جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن هذه الزيارة تندرج في إطار متابعة خارطة الطريق التي تم الاتفاق بشأنها في اجتماع اللجنة المشتركة، وتم خلالها توقيع 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم. اتفقنا على ملفات تتعلق بالنفط والصناعة والتجارة والعلاقات المالية والمصرفية، وكذلك الأنشطة الثقافية والرياضية والدراسة بالنسبة للطلبة، مباحثات تركزت على الآليات التي من شأنها تنفيذ مخرجات اللجنة العراقية أو اجتماعات اليوم. القرارات التي اتخذت بشأن رفع التأشيرة مهمة على صعيد تسهيل الحركة والتواصل، ليس فقط في قطاع السياحة وهو مهم، ولكن أيضا لحركة رجال الأعمال والشركات وكذلك باقي الفعاليات التي اتفقنا عليها. رئيس الحكومة كمال المدوري أشرف أيضا أمس بقصر الحكومة بالقصبة رفقة رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على جلسة عمل مشتركة بين وفدي البلدين، واتفق الجانبان على تجسيم نتائج هذا اللقاء ومخرجاته في أفق انعقاد اللجنة المشتركة التونسية العراقية مطلع 2025. في خبر آخر، توجت الجولة الثانية من المفاوضات حول اتفاق
اتفاق شراكة اقتصادية وتجارة حرة المزمع إبرامه بين تونس وقطر بالتوصل إلى صيغة نهائية لهذه الاتفاقية تمهيدا للتوقيع عليها. واعتبرت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في بلاغ لها هذا الاتفاق خطوة إضافية نحو إرساء الشراكة والتكامل الاقتصادي الشامل بين تونس وقطر، بما يساهم في أحداث نقلة نوعية في مسيرة التعاون الثنائي واستكشاف أفق أو أفاق جديدة في مختلف المجالات. وانعقدت الجولة الثانية من المفاوضات يومي 26 و27 من أوت 2024 بتونس في إطار تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري التونسي القطري وبحث السبل الكفيلة بمزيد تطويرها. تستكمل اليوم الخميس الجلسة العامة القضائية بالمحكمة الإدارية المتعهدة بالطعون في نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة التصريح بمنطوق ومآلات الأحكام في 4 طعون. وستكون قرارات الجلسة العامة في هذا الخصوص باتة وغير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب طبقا لمقتضيات القانون الانتخابي. وكانت المحكمة الإدارية قضت أمس الأول بقبول طعن المترشح عبد اللطيف المكي، فيما رفض الطعن المترشح ناجي جلولة. في خبر آخر، دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري إلى فتح حوار مع وزارة الفلاحة في أسرع الأجل لدراسة الحلول حول مع وزارة الفلاحة في حول التصرف في أحكام المياه المتاحة، بما يضمن صمود القطاع الفلاحي أمام تغيرات المناخ وحماية الأمن الغذائي الوطني. الدعوة تأتي إثر انعقاد أول اجتماعات اللجنة الفنية للتخطيط والاستشراف في قطاع المياه بمقر الاتحاد، والذي ناقش الوضعية المائية وانعكاساتها. وقد أشارت اللجنة وفق بلاغ صادر عن المنظمة الفلاحية إلى أن نسبة ضياع مياه الري والتي تناهز 50% والتراجع الكبير في قدرة السدود على التخزين نتيجة الترسبات ونقص الصيانة من أبرز العوامل الأساسية في إهدار الموارد المائية الوطنية. يذكر أن المرصد التونسي للمياه دعا أمس إلى إعلان حالة طوارئ مائية، خاصة أن مخزون السدود تراجع بتاريخ 27 من أوت. تشارك تونس في 4 مسابقات في دورة الألعاب البارامبية بباريس 2024، فيما تنطلق اليوم المنافسات عمليا لتتواصل إلى 8 سبتمبر المقبل في 22 رياضة بارامبية. رئيس البعثة التونسية للألعاب البارامبية لطفي العبيد أكد أن ظروف المشاركة في الدورة تسير على أحسن ما يرام، معبرا عن أمله في تحقيق نتائج مشرفة بمختلف الاختصاصات الأربعة التي ستحظى بمشاركة الرياضيين التونسيين. البعثة متاعنا تتكون من 30 رياضي يمثلوا 4 رياضات، منهم التجديف، الترياتلون، والبوتشيا، وألعاب القوى. البعثة الكاملة اللي هي موجودة في القرية البارالمبية تتكون من 52 شخص. إذن فما الأبطال متاعنا ومعهم الطاقم الطبي والطاقم الفني. إلى حد الآن الحمد لله أمورنا ماشية على أحسن ما يرام. إن شاء الله نتمناه باش أولادنا يكملوا بنتائج مشرفة كما العادة شرفنا بلادنا، وإن شاء الله ديما نشرفوا بلادنا ونتمنوا باش تكون النتائج على احسن ما يرام. نشرة الاخبار متواصلة على موجات الاذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn. أعلن صباح اليوم عن استشهاد فلسطينيين 2 وإصابة آخرين في قصف على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ الفجر اليوم. كما وصلت المدفعية الصهيونية وفي جنوب غزة إطلاق قنابل الإنارة في سماء بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس. أما في الضفة الغربية فقد استمرت العملية العسكرية التي ينفذها جيش الكيان الصهيوني لليوم الثاني على التوالي، مما أسفر عن ارتفاع عدد الشهداء إلى 16
عشر شهيدنا. وقالت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن مقاتليها استهدفوا قوات متوغلة في جنين بعبوات، وإنهم يخوضون مع فصائل المقاومة اشتباكات مع الاحتلال. في المقابل اعترفت سلطات الاحتلال بإصابة جندي إسرائيلي من وحدة اليمام الخاصة في تبادل لإطلاق النار بمخيم نور شمس في طول كرم. وحذرت الأمم المتحدة من أن العملية العسكرية الواسعة النطاق التي بدأت إسرائيل في تنفيذها بالضفة الغربية تهدد بشكل خطير بمفاقمة الوضع الكارثي أصلا في الأراضي الفلسطينية. كما حذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال لقائه وفدا من الكونغرس الأمريكي من خطورة تطورات الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة والتي تشهد تصاعدا في وتيرة العنف منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر الماضية. على صعيد سياسي، يواصل وسطاء من الولايات المتحدة ومصر وقطر العمل على إبرام اتفاق هدنة وتبادل الأسرى بين حركة حماس والجانب الإسرائيلي. من جهتها أفادت صحيفة هيرتس العبرية بأن وفدا من الموساد والشباك والجيش توجه إلى قطر لمواصلة محادثات صفقة التبادل. ونقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية أنه حتى الآن لم يتم تحقيق أي انفراج في المناقشات بشأن محوري نتساريم وفيلادلفيا ومعبر رفح، وأن هناك شكوكا في التوصل لاتفاق طالما لم تكن هناك مرونة إسرائيلية بشأن محوري فيلادلفيا ونتساريم. يأتي ذلك فيما قال نائب مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية إن مصير اتفاق وقف إطلاق النار سؤال سيجيب عليه إلى حد كبير زعيم حركة حماس يحيى السنوار. نقطة ونهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نعود ونجز لكم في عناوين. الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية تصرح اليوم بآخر أحكام الطور الثاني من نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة. تونس وقطر تتوصلان إلى صيغة نهائية لاتفاق شراكة اقتصادية وتجارة حرة عقب جولة ثانية من المفاوضات. اتحاد الفلاحين يدعو إلى الحوار لبحث حلول عاجلة للتصرف المياه المتاحة لضمان صمود القطاع الفلاحي أمام تغيرات المناخ. وفي شؤون الشرق الأوسط، ارتفاع عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى 16 شهيدا وسط تصاعد ردود الأفعال الدولية المنددة. أجمل تحيات كوثر عرقوبي، إلى اللقاء.